سلام عليكم. اتصل المذيع علاء المنصري اللي شغال في اذاعه ميكس اف ام على عمار رمضان ولد عمي، وقال له ابغى اجلس معاك انت ومحمود على العشاء، انا عازمكم عشان اباكم في موضوع برنامج جديد او حاجه زي كده. وفي نفس الوقت اتصل عليه واحد لبناني اسمه محمد نايل على ما اعتقد، ما اذكر اسمه، واكد لي نفس الموضوع انه يبغاني انا وعمار في موضوع شغل، وتعالوا احنا عازمينكم في مطعم. لبينا الدعوه وجيناهم من مكه، جلسنا معاهم في المطعم. كان لبناني لسه ما جاء، او عمل انه ما جاء وهو برا. جلس علاء يتكلم معانا، وكيف حالكم، ايش اخباركم. شويه جو اثنين انه في جوال ضايع، ما جوال ضايع، وشويه خرج علاء المنصري، وشويه ثاني رجع ومعاه يمكن 8 انفار 10 انفار ما اعرف كم، كلهم مفتلين، وطاحوا فينا انا وعمار ولد عمي ضرب مبرح بدون اي مقدمات او اي سبب. بس احنا ما نخينا ولا كنا رمم، وقفنا وجلسنا ندافع عن نفسنا. وانت بنفسك يا علاء كاتب في تويتر انا شفت اليوم اقوى وارجل اثنين في جده، واحنا فعلا رجال ما نخينا، لولا الناس جوا فرعوا، وانا ما علي، كان ممكن انت تنقل على نقاله، بس ما انخ ولا اتراجع. اللي صار فرعوا الناس، سحبت ولد عمي، عمار ولد عمي كان حيموت، وانت عارف يا علاء عنده ضغط وسكر ومشكله في القلب، مرتين سوى قسطره. سحبته بالقوه وتعبان وقلبه قاعد يدقدق، وديته على الطوارئ في المستشفى، ورحت سويت محضر في قسم الشرطه، وقال لازم تثبت حاله. رجعت لعمار اخذته وديته المستشفى اللي عند المحجر، مستشفى الملك عبد العزيز، واثبتنا الحاله، اثبتنا الاضرار اللي فيه والاضرار اللي في عمار. ورجعت ثاني مره على الشرطه وكملنا المحضر وجابوا شهود واثبتنا التهمه عليك، وانا راح اقاضيك وراح اقاضي محمد نايل، ولو اضطر الامر اقاضي ميكس اف ام والمطعم اللي صورته فيه، وما حتنازل عن حقي، وحتى لو تنازلت عن حقي ما حتنازل عن حق عمار ولد عمي، لانه كان حيموت، شفته كان حيموت قدام عيني، ما حتنازل. وبعدين يعني ترسل رسائل عمار بعد المشكله، ترسل تقول له انا حطلعكم في برنامج وحشهركم مع فايز المالكي وعمر حسين وبدر الزيدان، ما نبغى ننشهر وما نبغى برنامج ولا اي شيء، على عيني وعلى راسي اللي طلعوا، بس مو احنا اللي نهان ولا ندور على الشهره. اذا انت من النوع اللي تدور على الشهره تقعد تهين الناس، هذه مشكلتك، مو احنا اللي نهان. انا مواطن سعودي واتهنت في بلدي، وما ارضى الشيء ده ولا الحكومه ما ترضى الشيء ده، حاخد حقي وبالقانون. الغرض منه شيء واحد، زملائنا واخواننا اللي في المجال الاعلامي لا تتصلوا علينا، مليون اتصال خلاص وهدوا وصلوا على النبي ومدري ايش وتعوضوا تعويض، رجاء لا حد يدخل نفسه، احنا ما راح نتنازل والموضوع منتهي، ولا حد يحرج نفسه ويكلمنا. ونشوفك في المحكمة يا علاء.